امضي هنا حضرتك. امضي. اتفضل. الف مبروك يا جماعه. شكرا. دول الرفاقه والبنين باذن الله. الله يخليك. الف مبروك يا عروسه. مبروك يا فؤاد. لا فؤاد ايه بقى، ده انا عريس. مبروك يا عريس. بارك لي في عمرك ويخليك ليا وما يحرمنيش منك ابدا. الف مبروك يا مامي. عقبالك يا روحي. الف مبروك يا انجل. مبروك يا روحي. لا لا لسه بدري قوي. ولا يا مامي؟ لسه بدري مين ده، انت هتتخطف خطف. مبروك مبروك يا عريس، مبروك يا فؤاد بيه، مبروك يا عمي. على الطلاق انت عمي. عارف ليه؟ عشان انت قدرت توصل للي انت عايزه. ولد احترم نفسك. سوري يا مامي، سوري. I am so sorry. مبروك يا عروسه. ولد انت اتجننت، انت اتجننت رسمي. نسيت اعرفك. مين دي؟ سوسو مراتي، مضيفة في أكبر كباريه في شارع الهرم. لا لا لا، أنت مجنون. مش ممكن مش ممكن طبعا يا ابني. يوه مش عاجبكي ولا إيه؟ خراسي أنت، خراسي. إيه اللي بتعمله ده؟ إيه اللي بتعمله ده؟ هي حرة تقولي اللي هي عايزاه. أنت مش حرة وبتعملي اللي أنت عايزاه تتجوزي اللي انت عايزاه. انا كمان حر واعمل اللي انا عايزه واتجوز اللي انا عايزه، وانا اخترت دي سوسو. خلاص خلصت اللي عندك ولا لسه في كلام تاني عايز تقوله يا عريس؟ عايز تطردني ولا ايه؟ لو ما اتكلمتش بقى ده هطردك يا راجل. عيب عليك، ده انا جاي ابارك وهني. ده النهاردة فرح أمي يا جدعان. أعزائي الحضور، مع مسرح المنوعات ونجمة مسرح المنوعات سوسو مراتي. عن إذنك يا حمد. Leave.
بس خلاص كده الناس اتبسطت. تعالي بقى نكمل رقصتنا في البيت عندنا، ولا اقول لك تعالي نكملها في الكباريه اللي انت بتشتغلي فيه.